اهلا بيك. في بداية الفيديو اريكم ان الناس تعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان يساعد في نشر الفيديو. هنتكلم النهاردة بخصوص كل اخبار نادي الزمالك وكل حاجة حصلت جوه نادي الزمالك، ومعانا خبر جديد وخبر مهم جدا. وهنقول دلوقتي كل الفرق اللي وقعت مع نادي الزمالك في القرعة في قرعة كأس الرابطة، يعني هنقول يعني كل مجموعة فيها 6 فرق. نادي الزمالك وقع معاه 5 فرق، يعني أول نادي هو كان النادي إنبي، وبرده نادي فيوتشر، وغزل المحلة، وطلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا. ويعني دي كانت كل الفرق اللي وقعت مع نادي الزمالك. نقدر نعيدهم تاني، برضو نادي انبي، وبرضو نادي فاركو، وغزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا، وبرضو طلائع الجيش. وبكده دي كل الفرق اللي وقعت مع نادي الزمالك في بطولة كأس الرابطة. وبكده برضو تبقى نهاية اخبارنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان نوصل اكبر عدد من الجمهور الزمالكاوي. وشكرا.